تفضلوا استريح. تفضل 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 تفضلوا استريح. بنرحب بحضرتك يا فندم وسعداء بتشريف حضرتك لنا النهارده، ويا رب تكون زياره موفقه ان شاء الله. اتفضل يا فندم. شاكرين، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. صباح الخير، سعيد ان انا اشوفكم النهارده والله ونفطر معاكم. صحيح اللي انا شفته النهارده الحقيقه في القريه يعني بيخلينا نصر على ان احنا نستمر بفضل الله سبحانه وتعالى في اللي احنا بنعمله ده لغايه لما نخلص كل قرى الريف المصري، كل قرى الريف المصري، مش بس يعني المرحله الاولى. متشكر جدا، متشكر جدا، متشكر. المهم انا بطمن عليكم الحقيقه وعايز اسمع منكم. طب انتوا ممكن تقولوا طب ايه، طب طمنا مش كده؟ طيب شوف، انا الكلام ده بقوله دايما وقلته من بدري قوي قوي، قلت ان احنا ما حدش يقدر يعمل حاجه لوحده، لا حكومه ولا رئيس ولا مؤسسات، لكن نقدر مع بعض، نقدر مع بعض دوله، كلنا مع بعض شعب. وانا قلت الكلام ده وافتكروا الكلام ده كويس، قلت ان احنا يعني التحديات اللي موجوده جوه مصر كتير، وزي ما انت شفتوا لما بدأنا في موضوع حياة كريمة، احنا الرقم اللي كنا لسه كنت بقول الكلام ده لإخواننا المزارعين لما قابلتهم، قلت لهم احنا كنا بدين ب 200-250 مليار، مش كده يا دكتور مصطفى؟ والموضوع وصل ل 350 مليار دلوقتي للمرحلة الأولى، فقلنا المرحلتين التانيين هيخشوا في يعني هيكملوا أكتر من تريليون جنيه، 1000 مليار. فقالوا كتير، قلت لهم ما احنا محدش بيجيب حاجه من ده، كله من بلدنا، من عندنا. من اللي انا قصدته في الاول خالص لما قلت لكم ان احنا نقدر مع بعض، نقدر ايه؟ انتوا يعني احنا كلنا اسر بسيطه يعني، وتشوفوا ان لما بيكون حد داخل على موضوع بنروح متكاتفين مع بعض ونساعد الاسره دي، بنت بتتجوز، مش عارف أزمة مع حد، فلما بيتكتفوا بتتحل، لكن لو سابوه لوحده ممكن ما تتحلش. فالنهاردة اللي بيحصل في بلدنا مصر على مدى الثمان سنين اللي فاتوا وحجم العمل اللي بيتعمل، لو ما كنتوش انتوا معانا فيه، انتوا مين؟ انتوا المصريين، شباب وشابات، رجال وسيدات، وحتى الناس الكبار في السن، كفايه بدعواتهم الامور كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى سهل فيها. طيب، طب احنا في ازمه دلوقتي؟ بقى لنا ثلاث سنين. طبعا بدات بموضوع كورونا، وده طبعا كان ليه تاثير كبير جدا على العالم وعلينا، لكن المهم احنا ما وقفناش، احنا في مصر ما وقفناش. طب جات الازمه الروسية وكان ليها تأثير كبير علينا وعلى الاقتصاد العالمي؟ يمكن تكون بطأتنا شوي، يمكن تكون بطأتنا شوي، يمكن تكون غلت الأسعار، غلت إيه؟ وغلتها كتير. طبعا، بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، بس خلي بالكم برضو، إحنا في الثلاث سنين دول زدنا 6 مليون. زدنا كم؟ أنا ما أقصدش بالكلمة دي أي حاجة، لكن بحط قدام منكم برضو الصورة جنب بعضها. وكنت أنا قلت مرة، بس مش هقول الأعداد يعني، مش هقول الدول يعني، وبقول لكم عندنا في مصر نتيجة فضل الله علينا والأمن والسلام اللي احنا عايشين فيه، في 9 مليون ضيف. كم؟ 9 مليون ضيف. وفي السبع أسابيع اللي فاتوا دول عبر نتيجة الظروف اللي بتحصل مع أشقائنا في السودان أكتر من 220 ألف، 220 ألف، 220 ألف إنسان دخلوا عشان الظروف الموجودة. وبالمناسبة ويمكن من هنا فرصة أن أنا أقول
لأشقائنا في السودان وأقول لأي بلد خلي بالكم. لما كنت أقول دايما خلي بالكم من بلدكم خلي بالكم من بلدكم، كان الناس يقولوا إيه هو بيقول الكلام ده ليه، هو بيقول الكلام ده ليه. كنت بقول الكلام ده لأن أنا شفت، وربنا أراد إن إحنا كلنا نشوف، لما حصلت مشاكل في بلاد أخرى البلاد دي الناس ما قدرتش تقعد وسابت بلادها وجت، جت عندنا وجت في حتة تانية، جت عندنا وجت راحت دول تانية. يعني أنا قلت مش عايز أقول دول عشان ما حركش حد، لكن أعرفوا إن الدول اللي حصل فيها مشاكل واقتتال جي منهم عندنا هنا ملايين ما عايشين معانا. طب احنا ظروفنا صعبة، كنا ممكن نقول لا، بيخش المدارس بتاعتنا المستشفيات اللي موجودة، يعني احنا بنتشارك اللي موجود، اللي موجود مش كتير، اللي موجود مش كتير، لكن احنا ايه بنتشارك فيه. طيب احنا بنحاول نخفف من اثار الازمه اللي احنا بنتكلم عليها بقالها ثلاث سنين. ده مده مش بسيطه في عمر دوله انها تفضل تقاوم ازمه كبيره جدا، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم كله، وليها تاثير على دول يعني اقتصادها اقوى مننا وليهم يعني ليهم دول غنيه يعني. فاحنا بالرغم من كده بنقول ايه، الحد الادنى تبقى الحاجه موجوده. انا عايز اقول لكم، وبرده كنت بكلم اخواننا المزارعين في الموضوع ده، قلت لنا اعملوا اسعار استرشاديه مشجعه، صح يا دكتور؟ حاضر، عملنا اسعار استرشاديه مشجعه. طيب لما عملنا الاسعار ديت، انا مش جاي اقول يعني الوم حد، لكن انا بتكلم مع نفسي مع اهلي. احنا كل اما ليه انتوا اهلي اما ليه وليه الشرف والله. والله. عملنا 5 سلع وحطينا سعر استرشادي مشجع على الناس تعمله. اول ما اخواننا المزارعين وهم ليهم حق لقوا سعر الرز حد تاني قدم اكتر، يا دكتور مصطفى راح ايه، راح مديونه. بس خلي بالكم انا كنت باخد الرز ده بحطه في التموين، بحطه فين؟ في التموين. طب التموين بيمس كام؟ حد يعرف؟ هقول لكم 70 مليون. التموين اللي كام؟ 70 مليون. فأنا لما كنت هاخد الرز ده بالسعر اللي أنا أعلنته المشجع، اللي هو اعتبرته إن هو يعني يشجع المزارعين على هم يزرعوا، لما لقوا إن في فرصة أحسن عملوا يا دكتور؟ راحوا باعوه لا بأس جوه مصر، هيوصل لآخر للناس، بس هيوصل للناس سعره إيه؟ غالي بقى. ما أنا اللي كنت باخده وبيعه بسعر ايه؟ مدع. لكن لما حد تاني هياخده هيبيعه بقى زي ما اشتراه. يعني انا كراجل في القطاع الخاص خدت كيلو رز مثلا وصل معايا 17 18 زي ما اجيبه، مش هبيعه بقى بنفس السعر وانا جبته ليه؟ ابيعه ب 20، ابيعه ب 21 زي ما انا ولا يا دكتور. لكن احنا كدوله لما بناخد ده هو القمح، ليكوا كلكوا بقول الانتاج في مصر ممكن يبقى 8 9 10 مليون طن. خلي بالكم 10 مليون طن. طيب حد يقول لي ايه، اصل احنا في الريف عندنا بنخلي عندنا دقيق في البيت، يعني قمح في البيت يعني، عشان بنعمل شويه حاجات كده في المناسبات المختلفه. طب احنا اللي خدناه لغايه دلوقتي 3.5 ولا 3 3.5 مليون طن، يعني في البيت كم طن؟ 6.5 مليون. 6.5 مليون طن. طب هو المخابز بتاعت الدولة وبتاعت الناس على مستوى الدولة بالكامل بتبيع لمين؟ للناس كلها. لمين؟ طيب
أنا لما باخد القمح ده أي مكان السعر اللي أنا خدته بيه، هو أنا وبرضو بقول الكلمة دي عشان ما حدش يقول لي الله أنت بتتكلم وكأنك أنت صاحب الحكاية، لا أنا بس مسؤول معاكم، لكن أنا مش صاحب الحكاية ومحدش صاحب الحكاية، إحنا أصحاب الحكاية، إحنا أصحاب الحكاية. بس خليني البحيرة أكبر أكبر محافظة زراعية، مش كده ولا إيه؟ عشان كده يعني بركز شوية في موضوع القمح والذرة والرز والكلام ده. بس أنا كنت هاخد القمح ده، الرغيف بيكلف 80 قرش، ببيعه بكام؟ 5 قروش، مش كده يا دكتور مصطفى؟ 5 قروش، يعني أنا مش باخده هبيعه حتى بتمنه، لكن لو حد تاني خده هياخده عشان يتاجر فيه. طب انتوا النهارده لو انا ما لقيتش ان القمح اللي موجود، لان انا عامل دايما كدوله ان احنا يبقى عندنا رصيد احتياطي ما يقلس عن الخمس ست شهور، واحنا حرصنا على الكلام ده بقالنا 5 سنين، مش كده؟ قلنا ان احنا يبقى دايما عندنا رصيد الرز، القمح، الزيوت، اللحوم والدواجن ما تقلش عن ايه؟ عن 6 شهور، عشان يعني ما تحصلش أزمة. والكلام ده كان في البوتاجاز قبل كده كان في مشكلة وبقينا نفس الكلام موجود عنه، لا بأس. فأنا كنت هاخد القمح ده بالسعر اللي أنا قلت عليه ده، وبعد كده حدي للناس اللي هو للمدعم ب5 قروش. طيب لو انا النهارده ما لقيتش الطلب ده موجود في ال10 مليون طن اللي احنا بنعملهم في مصر، بيعملوهم مين؟ مزارعين مصر، هضطر اخد منين؟ هشتري من بره. وهنا الموضوع ده يجيبني على حاجه، الموضوع الدولار، موضوع الدولار، وده ليه تاثير كبير جدا على الاسعار في مصر. طيب أنا لما كل ما أكون فاتورتي من الدولار تزيد، لازم ده يبقى عبء على الاقتصاد، لأن إحنا عايزين نجيب حاجات أساسية مش بس الأكل والشرب. أنتوا عارفين في زيت الطعام، أنتوا أصله يعني في الريف ناس ما تاخدش بالها قوي، كان زمان من 40 سنة و50 سنة الريف كان بيغطي حاجته، الريف كان ايه؟ بيغطي حاجته، حد كان بيجيب زيت ده كان عيب قوي، حد كان يقدر يجيب زيت في البيت، زيت ذره كان عيبه جدا في الريف، يقول لك معقول احنا ناكل بزيت؟ احنا بناكل بسمن وسمن بلدي. حد كان بيروح يشتري بيضه من الشارع؟ حد كان بيروح يشتري فرخه من الشارع من اي حته يعني؟ لا، كان البيوت عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة، ده كان الريف المصري. أي ما كان عدده، لو كان الريف من 40 سنة عدده 10-15 مليون كان بيغطي نفسه، وكمان بيطلع جزء للحاضر لعواصم محافظات الـ يعني محافظة البحيرة، يبقى يطلع لها من جوه مراكز البحيره يطلعوا لهم بيض ويطلعوا لهم ده وده. ده ما بيحصلش دلوقتي بالمستوى اللي كان، ممكن يكون فيه شويه. فبقت الدوله النهارده معنيه انها تغطي كل الطلبات ويبقى الكلام ده متوفر. احنا تحولنا من حاله كنا موجودين بيها قبل كده لحاله تانية، وبعدين بنقول ليه احنا ظروفنا وليه الاسعار بقت كده؟ ما انتوا بتتكلموا او احنا بنتكلم على في بلدنا مصر. كنا في مثلا لغايه 52 19 مليون 20 مليون، صح كده؟ 19 20 مليون كل ايه؟ كل مصر ريف وحضر، 20 مليون 19 مليون في 52. ثم في عهد السادات الله يرحمه وصلنا ل 40،
يعني انا دايما بجيب حلقه يعني توقيتات كده. الدكتور مصطفى بيقول لي 82، الرئيس السادات 81، يعني السوشيال يعني 40 مليون. وبعدين في 2011 كنا تقريبا 80 مليون، صح كده؟ النهارده احنا 105. واحنا قاعدين بندردش مع بعض كده، فات كام دقيقه؟ كل 15 ثانيه في مولود، ربنا يزيد ويبارك. يعني كل ايه؟ يعني كل دقيقه 4. لو احنا بنتكلم بقى لنا 10 دقايق في 40 ضيف جداد جم كده يعني. فارجع تاني اقول ان احنا الحد الادنى اللي احنا قلناه ان احنا يبقى فيه المواد موجوده، طب حتى لو كانت غاليه شويه، بس مش ممكن ابدا ننزل ونقول ايه مفيش. بس انا بكلمك على احتياجات كام؟ بكلمك على احتياجات 105، لا 105 زائد 9 يبقى كام؟ 114. ف بنحاول، بس بيكم وبجهدكم وبدعمكم وقبل ده كله بايه بقى؟ بدعواتكم. الناس الطيبة كتير في مصر. طبعا متشكر جدا. انا قبل ما اجي لكم كنت عديت على دار المسنين، فدخلت اشوف اهلنا الكبار من يعني السيدات والرجال اللي موجودين. انا عايز اقول لكم انا كنت في حاله تانية خالص. وانا والله الناس الكبار دول ليهم عند ربنا مكان، الناس الكبار قوي ليهم عند ربنا ايه مكان. وانا يشرفني، وانتوا عايز اقول لكم بصوا على الحاجات ديت لو كان عندكم وقت، يعني هتجدوا طاقه جميله جدا جدا، رحمات ربنا بقى مع الناس اللي هم الافاضل دول. فطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا مسيطرين على الامور، اللهم امين يا رب. الامور ماشيه، ولازم زي كل حاجه ما بتحصل في دنيا ربنا، في دنيا ربنا كل حاجه ليها بدايه وتنتهي. اي ازمه بفضل الله بتعدي. وانا في يعني كنت منتبه قوي في مسيره عمري على الازمات اللي عدت علينا في مصر، وشفتها انها كانت ساعات بعضها اقول معقول الحاجات دي هتخلص، وخلصت. فاللي احنا فيه ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم مع بعض، يعني هنعدي من كل الازمات اللي موجوده وحالنا بقى احسن. انا اتصور ان انتم لو تشوفوا انا بتكلم هنا عن الناس الكبار شويه اللي هم شافوا الريف زمان شكله كان عامل ازاي. هقول كلمه بس محدش يزعل، يعني مش كان الناس زمان بتاكل الذره الصفراء؟ ولا انا نسيت ولا ايه؟ ها مش كانت الذره الصفراء اللي بتتاكل تتعمل ها والشعير وكده، مش كده؟ وكانت يعني طبعا مع الوضع في الاعتبار ان يعني الريف كان شكله جميل لان كان عدده مش ضاغط يعني. لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت خالص، وده امر احنا نحبه ونجري عليه اكتر من كده. هو النهارده لسه كنت بقول برضو لاخواننا المزارعين، بقول له النهارده الترعه اللي اتبطنت ديت هتعود على مين؟ علينا كلنا، لانها لما تعود عليك عادت علي. بدل ما انت سعيد انا مبسوط، مفيش كلام. والا يبقى انا مش منكم، لو فرحتكم ما تفرحنيش يبقى انا مش منكم، ولو زعلكم ما يضايقنيش يبقى انا برضو. ما احنا موجودين ليه؟ وبعدين في النهايه بقى ربنا يخليك، ربنا يخليك، انا مش عايزك تبقى ورايا، انا عايزك تبقى جنب مني وقدامي. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، احنا بخير وهنبقى بخير اكتر، وبيكم وبجهدكم وبتحملكم هنبقى بخير اكتر.
ولازم يحفظنا كلنا يا رب، يحفظنا كلنا. شكرين جدا، شكرين.